هذه الشيلة إهداء من الدكتور سلطان إلى حرمه عبير بنت محمد. الله الله بالمحطة والغلا هديتك فاني الفريد النادرة في معاليها زوجتي نبض الغلا بدر الأزمان عبير وثوب الأخلاق كاسيها وفا خطيت شكري وعرفاني عن مواقفها التي صعب أحصيها أشهد إنها دائما أوفق أذكاني وذخري اللي في البشر أفتخر فيها وذخري اللي في البشر أفتخر فيها عقلها راجح على كل ميزاني فالوفا والطيب محدين يجاريها حسنها فتان والزين رباني النساء الأرض محدين تساويها والدها أحسن كل الإحسان تربيتها اللي جلية بمباديها راعية متعلمة ما لها ثاني نبع طهر جعل تسلام يديها سندتني دوم في كل ميداني لين نالت روحي اقصى امانيها زوجها سلطان من نسل زهراني اسمها صاغ الحروف ومعانيها هي عبير محمد اللي لها شاني وما حد مثلي من الخلق يغليها منها رب السماوات اهداني النجوم اللي تنور لياليها النجوم اللي تنور لياليها هذه الجوري لها زين فتاني وهذي حور اللي الدلع والحلا فيها صهيب احساس قلبي ووجداني والمحبة نحوهم تبسط يديها يا عبير الله يديمك مدى زماني بهجة للروح بوال وتاليها المحبة والغلا هديتك فاني للفريد النادرة في معاليها للفريد النادرة في معاليها 6 8 7 9